أما منتخب فرنسا فكان قد حصل على نقطة واحدة من أول مبارتين له في هذه المجموعة، ولذلك كانوا يتطلعون إلى مباراتهم الأخيرة أمام الدنمارك كمباراة المرور إلى دور 16. لقد كان على زيدان ورفاقه أن يفوزوا بهدفين نظيفين كي يتأهلوا، وإلا فسوف يخرج أبطال العالم من الدور الأول لأول مرة منذ عام 66. كل الفرنسيين كانوا على أعصابهم قبل هذه المواجهة. إيمي جاكي المدرب الفائز كان يراقب من المدرجات، وتييري هنري الذي طرد في مباراة فرنسا السلبية ضد أورغواي كان أيضا متفرجا. هنا تييري هنري يحاول، ولكن الحارس الدنماركي بدأ لا يهزم. واصل زيدان وزملاؤه السعي لإحراز الهدف الأول. لقد أظهر النجم الفرنسي جانبا من مهاراته الكبيرة، ولكنه لم ينجح مع أقرانه في إنتاج الهدف المنشود. لقد عزز أولسن مدرب الدنمارك وسطه بلاعب إضافي لإيقاف زيدان، ثم نجحت الدنمارك في إحراز هدف السبق الذي أصاب الفرنسيين بالصدمة. لقد بات على تريزيجيه وبقية الهجوم الفرنسي أن يحرز الآن 3 أهداف على الأقل دون أن يتلقى المزيد من الأهداف. باتت المباراة عصبية، وسعى المدربان واللاعبون لبذل كل ما في وسعهم للوصول إلى النتيجة المنشودة، لكن النتيجة المنشودة لزيدان ورفاقه تراءت بعيدة جدا. 3 أهداف، إن الفريق الفرنسي لم يحرز أي هدف في المباراتين السابقتين ولا حتى في هذه المرة. لقد كان عليه أن يخرج من هذه البطولة دون أن يصل إلى الشباك، فقط إلى العارضة بكرة دوسي. نقطة واحدة بالطبع لا تكفي، والدنمارك المتقدم بهدف مقابل لا شيء كانت مطمئنة، بل ها هي تحرز الهدف الثاني. لقد أصيب الفرنسيون في مقتل وانهارت أمالهم، وتأكدوا من أنهم لن يعودوا أبطال العالم هذه المرة. لقد رفضت العارضة كرة تريزيجيه هذه المرة، وودعت فرنسا البطولة من الباب الصغير.